السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الحياة كلها في مصر مش ظلمة، في رجالة في مصر وفي شجعان في مصر، وإن كان عددهم قليل لكن في مصر ناس جدعان، وفي في مصر ناس محتاجة الناس تتحرك عشان تشوف الشعب المصري. والله بعيدا عن لجان السيسي والمستأجرين، بعيدا عن أحمد موسى وكل المراكيب في الإعلام، بعيدا عن إعلام الصرف الصحي، بعيدا عن هلافيت السيسي والجرابيع اللي بيدعموه، مصر الآن كان في مظاهرات في وسط القاهرة أمام نقابة الصحفيين، وإن كان عدد الناس قليل لكن في ظل القبضة الأمنية للسيسي، الجيش والشرطة والقضاء والإعلام والهلافيت ونخنوخ وإبراهيم العرجاني، كل دول ضد الشعب المصري الأعزل الغلبان اللي للأسف فرط في الرجالة اللي كانوا يقدروا يغيروا الشارع. لكن ومع ذلك في مظاهرات قليلة لكن كانت أمام نقابة الصحفيين بهذا الشكل، تنديدا بمرور السفينة الإسرائيلية من بين رجل القوات المسلحة المصرية في قناة السويس. مهما تزيد عدد السلاسين، مهما تزيد عدد السلاسين، مهما يشد الطوق على الرقبة، مهما يشد الطوق على الرقبة، مهما يتحدى السكين، حتى السكين، قلبي يقول لك قسطنطينة، قلبي يقول لك قسطنطينة، حتى يدوب مجناح الطينة، حتى يدوب مجناح الطينة، حتى يدوب مجناح الطينة، حتى يدوب مجناح الطينة، حتى يدوب مجناح الطينة. كتر خيرهم بالبلدي كده، كتر خيرهم، دول رفعوا الإحراج عن وجه 110 مليون مصري، الله يعينهم على الوضع اللي هم فيه. فيديوهات اخرى من مصر تعالوا نتابعها مع بعض. عدتوه ازاي؟ عدتوا السفينه ازاي؟ اللي هيجيب سيره حكام العرب تاني ويقول عليهم متخاذلين وخاينين هضربه بالجزمه. رئيس هيئه قناه السويس طالع دلوقتي بيقول لك ان احنا ما نقدرش نمنع اي سفينه حربيه من العبور من قناه السويس لاننا موقعين على اتفاقيه القسطنطينيه وما لناش دعوه للسفينه رايحه لمين. الفرق بيننا وبين فلسطين ان هم عدوهم واضح وبيحاربوه. الحقيقة شفت مجموعة من الفيديوهات رائعة جدا جدا والله، لناس مصريين أغلبهم في مصر. كل التحية والتقدير لكل الرجال الأبطال الأحرار في مصر بلدي، اللي أفخر إن أنا أنتمي لهؤلاء، مش لجرابيع السيسي، مش للهلافيت بتوع السيسي، مش للجعرات البعرات اللي راحوا رقصوا في اللجان الانتخابية وفي الآخر السيسي جوعهم بقولهم كل ورقة شجر. لا، أنا لا أنتمي لهؤلاء، أنا أنتمي للأحرار في بلدي اللي خرجوا رفضوا شكلا وموضوعا فكرة ان السيسي فتح رجله علشان السفينة الحربية تعدي من قناة السويس. كل التحية والتقدير لكل الناس في مصر اللي رفضت المشهد بتاع الهلافيت بهذا الشكل. اللي هيجيب سيرة حكام العرب تاني ويقول عليهم متخاذلين وخاينين هضربه بالجزمة، عشان دول خانوا بمقابل، انما احنا متخاذلين ببلاش. يا متخاذل يا ابو بلاش يا واطي. فيديوهات تاريخيه، لكن عايز اعرض لحضراتكم فيديو لشابه مصريه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه تقريبا، انا اسف ان انا مش عارف اسمها، طبعا كل التحيه والتقدير ليها. الشابه ديت كانت شغاله في امازون. امازون، شايف انت امازون العملاق، اشتغلت في امازون على انها عبقريه، ومع ذلك قدمت استقالتها من امازون. قدمت الاستقاله امبارح او اول امبارح، تتفاجأ النهارده ان بلدها فتحت قناة السويس علشان تعدي سفينة حربية لنتنياهو، عشان تقول لنتنياهو ده حرج المسا على الغلابة اللي موجودين في القطاع، على الناس اللي موجودين في القطاع اللي مش خزناهم، ده احنا خناهم وشاركنا نتنياهو في اللي بيحصل ليهم. فخرجت البنت المصرية لها كل التحية والتقدير بهذا الشكل. عدتوه ازاي؟ عدتوا السفينة ازاي؟ ختمتوا عليها ازاي أبهات وأمهات؟ ختمتوا عليها ازاي وانتوا عارفين ان في ناس هتموت؟ طلعتوا كدبتوا الناس في الأخبار وقلتوا إن ده كدب والسفينة عدت عيني عينك قدامنا كلنا. جالكوا قلب ازاي؟ أنا مش مستغربة، انتوا مالكمش قلب مع الناس في مصر، هيبقى قلبكم مع الناس في غزة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا افرق بيننا وبين قومنا بالحق، اللهم إنا نبرأ إليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. الفيديوهات اللي موجوده واللي خرجت من الناس في مصر حقيقه كتير جدا، وانا بكل امانه ما كنتش متوقع، يعني ما كنتش متوقع ان في ناس من جوه مصر تخرج وتسجل فيديو ترفض. شهاده لله علشان اكون صادق يعني، لكن بفضل الله تعالى
في ناس في مصر ابطال واحرار ومحترمين، مش لجان ناعقه للسيسي، مش شويه هلافيت، لا في ناس محترمه رفضت هذا المشهد تماما، حتى زي الناس اللي سجلت الفيديو للسفينه اللي سبحان الله وتعالى وارد تكون مقصوده ومش من قبيل الصدفه. الشاطئ او الميناء او الرصيف اللي تم تصوير السفينه من عليه، هذا الرصيف كان مغلق على المدنيين من 13 سنه ولسه شغال الاسبوع اللي فات، علشان ناس مصريين يقعدوا قدام الرصيف يصوروا الفيديو بتاع السفينه. داخل الفيديو شوف المصريين كان بيقولوا للسيسي يا خاين يا عميل يا ابن ملكه تيتاني يلي يلي يلي. في ناس بقى في مصر ظهروا صوت وصوره ورافضين مشهد الخيانه ده تماما بهذا الشكل. رئيس هيئه قناه السويس طالع دلوقتي بيقول لك ان احنا ما نقدرش نمنع اي سفينه حربيه من العبور من قناه السويس لاننا موقعين على اتفاقيه القسطنطينيه وما لناش دعوه للسفينه رايحه لمين. يعني معنى كده بتصريحك ده ان السفينه فعلا بتاع كان رصد عندك وفضت حمولتها. طب المتحدث الرسمي بتاعك امبارح كان بين فلاش، ما طلعتش قلت كده من الاول لاش؟ عرفت الفرق بينك وبين اليمن؟ اليمن واقف وعامل فيتو بحري ومهموش، انت بتشارك في اللي بيحصل لاخواتنا وبتمرر للكيان اللي هو عايزه عشان يعمل اللي هو عايز. لك الله يا غزة. كمان على فكرة بس مش مصر بس، في ناس تانية برضو، في ناس في فيديوهات من اليمن، بس انا مركز على الفيديوهات المصرية لان الامر له علاقة بالشعب المصري مباشرة، بكرامة بمروءة بشجاعة بأصالة بحضارة بعراقة بالشعب المصري، اكبر تعداد سكاني في الشرق الاوسط بالنسبة للعرب، له علاقة بالشعب المصري لمفترض مصر ام الدنيا. لكن مع السيسي بقى محتاجة راجل يلمها، مصر بلدي محتاجة راجل يلمها مش يبعتر شرفها وكرامتها. ففي فيديوهات كتيرة من العراق كل التحية والتقدير ليهم، في فيديوهات من الجزائر ومن المغرب ومن تونس ومن ليبيا، في فيديوهات من السودان، في فيديوهات حتى من داخل قطاع غزة، في فيديوهات من سوريا، في فيديوهات لناس يمنيين في الفيديو اللي فات لسه عرضه لحضراتكم، من كل الشعوب العربية رفضت المشهد الرخيص اللي حصل لمين؟ لمصر ومرور السفينة الحربية الإسرائيلية. وأشهد الله عز وجل ما من فيديو واحد فيهم أساء للشعب المصري، كان كلام إخواتنا العرب مركز ومحدد على السيسي ابن مليكة تاني وعلى اللجان الإلكترونية المستأجرة بتاعته وعلى الهلافيت من الإعلام زي أحمد موسى ونشأة الديه اللي خرجوا يبرروا الخيانة. أصل بلدي الآن بقت الخيانة فيها وجهة نظر ما بقتش يعاقب عليها، لا يعاقب وتعاقب أنت بالخيانة إن كنت تنتمي إلى غزة، إن دعمت غزة في مصر تعاقب بالخيانة، أما لو دعمت إسرائيل ودعمت نتنياهو اتس فان نو بروبلم، تبقى ابن ملكة تاني. ففيديوهات المصريين برضو الحقيقة كانت كتير، وده فيديو منهم. الفرق بيننا وبين فلسطين إن هم عدوهم واضح وبيحاربوه، ممكن يكون في شوية خونة في النص، لكن إحنا مشكلتنا عندنا إن إحنا عندنا كلهم خونة. هتلاقيهم لابسين رتب ولابسين بدل عسكرية، وهتلاقيهم لابسين جلباب وقفطان، وهتلاقيهم بشيوخ، وهتلاقيهم المشكلة ان هم متفرعين ومتوغلين في مجتمعاتنا. ده بالنسبة للمصريين بقى. طب المستنطعين بقى، المنبطحين، اللجان الالكترونية، المستأجرين انصار عبد الفتاح السيسي، شوف ده كده مثلا بيقول لك ايه؟ مش احنا جيش الجمبري؟ طب كويس انك اعترفت. كويس انك اعترفت. بس انا عايز اضيف لك حاجة بسيطة جدا يا لجنة. هم جيش الجمبري، السيسي وقياداته بياكلوا جمبري، اما انت مش لاقي القراميط تاكلها، انت مش لاقي اللضا، انت جعان جعر. هم جيش الجمبري بياكلوا جمبري، انما انت جعر، فبيفتخروا ان هم جيش الجمبري. احنا خاينين يالا، احنا خاينين. انصار السيسي يا ابني، ما السفينه ديت كده معناها انت ما عندكش شرف. طب وانت مين قال لك ان انا كسيساوي كان عندي شرف اصلا؟ انت محسسني ان السفينه دي لما جت دلوقتي افقدتني الشرف. لا، طب انا فاقده من 2013 ومن ايام اللي جاي الانتخابات. فنظره السيساوي في الحته ديت صحيحه بجد يعني. شوفوا مثلا حضراتكم التعليق ده على قناه اليوتيوب، بص شوف واحد كاتب ايه. طبعا انا بشكر اللي اشار لي لهذا التعليق يعني. شوف كاتب ايه. يا جماعه لازم تفهموا ان مصر ما تقدرش تمنع اي حد. ايه ده، يعني احنا ما عندناش اراده؟ مسلوبين الاراده؟ شفت انت، ما تعرف السيساوي نطعاوي ما عندوش شرف. بقول لك جمله وقطاعي، هو بالنسبه له كلمه الشرف دي جمله وقطاعي، زي تجاره التجزئه كده، انت شوف عايز تشتري اي حته فين وانا بيع لك. واحد تاني بيرد عليه قال له نفسي افهم الناس. طب لما انت عايز تفهم الناس ومصر ما تقدرش تمنع حد، منعت قطر ليه؟ منعت قطر ليه؟ رد يا ارد ليه ولا إيه؟ انت ليه عايزني كسيساوي اشغل عقلي واتعب؟ دي نظريه السيساوي. بص الخبر ده، شوف او التويته دي، بص اللي اسمه المايسترو ده، ايه راي حضرتك في الكومنت اللي كاتبه او البوست اللي كاتبه؟
تشعر ان هم بيشربوا مخدرات على الريق. يعني انصار لا بياخدوا ترامادول من عباس كامل، دول بياخدوا ترامادول من عباس كامل. طب انت الكلام اللي كاتبه ده يا حبيبي ما يحركش فيك حته الشجاعه انك ناطع كده؟ يعني ما يحسسكش انك بتخربش في رجولتك او لا؟ او زي الفيديو اللي فات الراجل اللي دخل على ام محمود، فام محمود طلعت تصرخ تقول لي جيراننا ازاي سبتوني الراجل يدخل عليا، فالناس قالوا لا جوزك قاعد فين؟ قالت له لا ده قاعد بياكل ورق شجر قدام التلفزيون في الصاله. فانت مين اولى يا ابني يدافع عن شرفك؟ تكلم ليه عن اليمن؟ مين اولى ان يدافع عن شرفك؟ انت تدافع عن نفسك، انت تدافع عن نفسك. ده برضو كومنت من واحد كده اسمه حميد المبري، انا ما اعرفش مين اللي براه، عشان تسالني تقول مين اللي برا حميد المبري ما اعرفش. فده حميد المبري، الرئيس السيسي عامل كذا في الاخوان، مبهدل الاخوان، يا ابني يخرب بيت ام اللي جابه جد اللي جاب جد الاخوان. حلو كده؟ اركن بقى الاخوان على جنب. انت شرفك الان بيعبس بيه، ايه علاقه الاخوان؟ ما انا لازم اعلق شرفي على اي حاجه. عشان كده يا جماعه بقول لحضراتكم اخرجوا من بعيد وشوفوا الدنيا، هتعرفوا ان السيساوي زيه زي انصار ابن سلمان، زي انصار ابن زايد. فكره كلمه الشرف عنده كلمه قمعه ما بيحبهاش. دايما بيدور على مبرر يلبسه لاي حاجه، زي الفيديو بتاع البنت اللي عرضته لكم في الفيديو اللي فات، السيساويه اللي خارجه من التربه بكفاله، دافعين لها كفاله، خريجه نكسه 67. خرجت تقول لك السفينه الحربيه دي كانت رايحه ناحيه اليمن. يا بنت ما عدتش ناحيه اليمن، ما راحتش، لم تغادر المياه الاقليميه المصريه حتى من ناحيه ام الرشراش، لم تغادر المياه الاقليميه المصريه لان عارفه اليمنيين هيعملوا فيها ايه. فتخرج ترد تقول لها كده، ترد تقول لك انت اخواني عميل، انت عايزنا اشغل عقلي وافهم زي باقي البشر؟ ليه هو انا اخوانيه؟ فكره الاستمتاع سر النجاح، الا ان سبحان الله وتعالى الاستمتاع مع انصار السيسي بقى سبب جوعهم وفسادهم وتدمير اقتصادهم ونهايتهم بسبب استمتاعهم وبيعهم لشرفهم، سواء جمله او قطاع، زي تجاره التجزئه كده. سلام عليكم.